المصري اليوم صفحة 3، الأنبا يؤنس البابا شنودة أرسل موافقته على دور العبادة إلى الحكومة والعسكري. تمام، هو صرح بذلك الأنبا يوانس بالأمس، ودي طبعا دي خاصة بالكنيسة الأرثوذكسية. الكنيستين الأخرى لسه طبعا هيرسلوا نعم المشروعات القوانين نعم بتاعتهم. في نفس هل سياق عرفنا الخبر، في الإعلام، هل عرفنا على الجمهور ايه القانون ده أساسا، ايه تفاصيله، دور العبادة يعني تفاصيله هتبقى عبارة عن ايه مثلا؟ التفاصيل هو مش هيبقى، يعني اللي وصلوا فيه مؤخرا ان هو مش هيبقى قانون موحد لدور العبادة، يعني كل شريعة هيبقى ليها القانون الخاص بيها نعم اللي هو بينظم البنى وكده، لان تمام ما تنفعش ان هي يعني وصلوا خلاص العملية، ما ينفعش ان احنا نوحد دور العبادة في القوانين كلها لجميع تمام الشرائع. تمام ده آخر حاجة وصلوا لها. بس هو في نفس الخبر برضو في زيارة وفد كنسي نعم بالنيابة عن البابا شنودة، عنده تعرض لوعكة صحية، للشيخ الأزهر والمفتي نعم للتهنئة بالعيد، وطبعا دي زيارات محمودة، ونتمنى طبعا مع العيد دوت لم الشمل المسلمين والأقباط، تمام لأن احنا محتاجين الزيارات ديت والتكاتف دوت في الفترة الحالية. هنيئا لأقباط مصر، للقانون يا رب يتممه على خير، قانون ان احنا نقدر نبني كنائس براحتهم وبشكل منظم. الأهرام صفحة أولى، التحالف الأمريكي لإسرائيل، بريطانيا استعد لضرب إيران. زي ما قلت ربنا يستر، ده تحالف، ده عدوان ثلاثي تقريبا، تحالف ثلاثي يعني أمريكا إسرائيل بريطانيا. طبعا دي الدعوة من إسرائيل لوقف المشروع النووي الإيراني، فبيأيدها طبعا على طول الخط زي ما احنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم وفي تصريحات للجانب البريطاني إن هم برضو مستعدين للمشاركة. إيران من جانبها برضه صعدت الوضع وقالت أنا مش هسمح بأي ضربة عسكرية ليا، وأنا هرد بمنتهى القوة. يعني هل إحنا داخلين لحرب شبه عالمية ولا أمريكا إسرائيل بريطانيا؟ يعني نعم تحالف ثلاثي يعني جديد. نعم زي ما انا قلت في الاول وانا بقرا الخبر، ربنا يستر على المنطقه باكملها لو هذا الموضوع حصل، ربنا يستر. نتنياهو بيدعو حكومته للموافقه، عايز منها تفويض، فواضح ان هو العقل المدبر تمام. لهذه الضربه. اخر خبر، الاهرام صفحه اولى، شيكابالا يقود الزمالك لفوز مثير على السموحه. عندنا استاذ احمد النهارده فقره كامله عن تمام. الرياضة وكرة القدم، هيتكلم فيها النهاردة في استضافة زميلي فادي الأستاذ محمد قعود، نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. أستاذ أحمد سامي متولي، الصحفي في جريدة أهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين. وأنت طيب يا فندم. هنروح لتقرير كاملة نهارك سعيد، راحت كان في اجتماع خاص بالأمن في مصر. على فكرة الأمن، بدون أمن مفيش حاجة هتحصل في مصر، ولا انتخابات ولا سياحة ولا اقتصاد ولا كاميرا نهارك سعيد راحت شافت الاجتماع ده. أقام مجلس الأعمال المصري الكندي مؤتمر بعنوان الأمن في مصر، ماذا حدث وأين حضر ماذا حدث وإلى أين حضر المؤتمر السيد وزير الداخلية اللواء منصور العسوي ومجموعة من الإعلاميين. نروح نشوف التقرير ونكمل يومنا.